صباح الخير طلابي الصف الأول، راح ناخذ درسنا اليوم مقارنة الأعداد حتى 99 صفحة 164. أخذنا بالفصل الثاني مقارنة الأعداد حتى 20 وعرفنا الأكبر من تشبه الاثنين والأصغر من تشبه حرف الدال. ناخذ فقرات نتعلم ماذا نرى في الصورة. لوحتان للآحاد والعشرات، ما عدد المكعبات في اللوحة الأولى؟ هنا عندي الآحاد 7 والعشرات 2، إذن العدد 27. واللوحة الثانية ما عدد المكعبات فيها؟ الآحاد 3 والعشرات 2، إذن العدد 23. ياهو الأكبر، 27 لو 23. هنا من أريد أقارن أشوف على العشرات إذا تساوت أقارن الآحاد. هنا عندي العشرات 2 وبالعددين، إذن العشرات متساوية. نقارن الآحاد 7 و3، 7 أكبر من 3، إذن 27 أكبر من 23، وثلاثة وعشرون أصغر من 27. هسه طلابي وصلنا فقرة أتأكد. السؤال الأول، أمثل الأعداد مستعملا ومكعب العشرة ومستعملا الأحد. أكتب العدد وأحوط العدد الأكبر. هنا عندي 6 بالأحد و3 بالعشرات. العدد هو 36، وستة بالآحاد وخمسة بالعشرات، العدد هو 56. عرفنا من أريد أقارن أبدي أقارن العشرات. العشرات هنا عندي بالعدد الأول 3 والعدد الثاني 5، من الأكبر؟ 3 لو 5، 5 أكبر، إذن العدد 56 أكبر من 36، لأن 5 أكبر من 3. هسه نأخذ السؤال الثاني، عندنا 3 آحاد و8 عشرات، العدد 83. هنا عندنا 9 آحاد و8 عشرات، العدد هو 89. إذا تساوت العشرات قارن الآحاد. عندنا العدد 89 أكبر من 83، لأن 9 أكبر من 3. هسه راح ناخذ السؤال الثاني، أمثل الأعداد مستعملا مكعب العشرة ومكعب الآحاد. أكتب العدد وأحوط العدد الأصغر. نأخذ النقطة الثانية، 5 بالآحاد و7 بالعشرات، العدد هو 75. العدد الثاني عندي 8 بالآحاد و7 بالعشرات، إذن العدد هو 78. هنا شفت العشرات 7 بالعددين، إذن متساوية. نقارن الآحاد 5 و8، منو الأصغر؟ 5 أصغر، إذن العدد 75 أصغر من 78، لأن 5 أصغر من 8. هسه عندي فقرة أحل. السؤال الثالث، أكتب العدد وأحوط الأصغر. هنا أحسب الآحاد 1 2 3 4 5، إذن الآحاد 5 والعشرات عندي 3، إذا العدد 35. نشوف العدد الثاني، الآحاد 3 والعشرات 5، العدد هو 53. من الأصغر؟ 35 لو 53. نقارن العشرات، هنا عندي 3 و5، من الأصغر؟ 3 أصغر، إذا العدد 35 هو الأصغر، أحوطه. هسه نأخذ السؤال الرابع، أكتب العدد وأحوط الأكبر. هنا ما عندنا مكعبات صغيرة، يعني ما عندنا
آحاد. نكتب صفر بالآحاد. هسا نشوف كم عشرة عندنا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة عشرات. نكتب ستة بالعشرات. العدد هو ستون. هنا عندنا الآحاد أربعة، آحاد والعشرات خمسة. العدد هو أربعة وخمسون. نقارن العشرات، هنا ستة وهنا خمسة. الستة أكبر، إذن العدد ستون أكبر من أربعة وخمسون. نحوط الستون. هسا عندنا السؤال الخامس. اكتب العدد أكبر من أصغر من يساوي في الدائرة. هنا ثلاثة آحاد وأربع عشرات، العدد ثلاثة وأربعون. وهنا الآحاد ثلاثة والعشرات خمسة، العدد هو ثلاثة وخمسون. ثلاثة وأربعون وثلاثة وخمسون. نقارن العشرات، هنا أربعة وهنا خمسة. الخمسة أكبر، إذن الحلق المفتوح على الثلاثة وخمسون. ونقرأ ثلاثة وأربعون أصغر من ثلاثة وخمسون.